أولا اسمح لي أن أقول بأنه سعيدين أن نكون في رحاب الجامعة الإسلامية، هذه الجامعة التي أسميتها بدرة الجامعات الفلسطينية، نعتز فيها، نعتز بأدائها، نعتز بتميزها وبقائها واستمرارها ورفعتها، جزء من أصيل من رفعة التعليم العالي في فلسطين. لذلك نشعر بفخر كبير أن نسجل التاريخ اليوم وأن نكتب هذه الصفحات الناصعة من صفحات تآخي والتعاضد الفلسطيني وعودة لحمة الوطن الواحد، تأكيد على المسيرة إن شاء الله التعليمية التي هي تشكل الحاضنة الرئيسية للنضال الفلسطيني. فيما يتعلق باتفاقية اليوم، الاتفاقية تأتي على إنفاذ رؤيتنا التي أعلننا عنها مع انطلاق العام الدراسي الحالي، عام التعليم العالي، وقلنا بأننا سنركز على البحث العلمي، ونحن نقرن الأقوال بالأفعال، وجئنا بهذا المبلغ للجامعة الإسلامية 1,700,000 شيكل تخصص للبحث العلمي، ومثلها سيوزع على الجامعات الفلسطينية، بحيث نعلن مع نهاية الأسبوع عن الرقم الكلي من المبلغ الذي سيخصص بحول الله للبحث العلمي. هدفنا هو تعزيز الأبحاث، هدفنا استنهاض همم الشباب في جامعاتنا الفلسطينية والتركيز على الاعتماد على الذات في تطوير العلم والمعرفة في فلسطين. وزارة التربية والتعليم العالي أعلنت عام 2017-2018 عاما للتعليم العالي، فبناء عليه قام وزير التربية والتعليم العالي مشكورا بدعم الجامعات الفلسطينية ومن ضمنها الجامعة الإسلامية بمبلغ من المال لدعم نشاطات البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية، وهذا الدعم جاء بناء على خطة الوزارة. نشكر معالي وزير التربية والتعليم العالي لدعمه لهذا القطاع المهم في الجامعة الإسلامية والبحث العلمي، وإن شاء الله سوف نمول في هذا المبلغ البحوث العلمية التي تخدم المجتمع الفلسطيني وحل مشكلاته المختلفة إن شاء الله.